استعنا على الشقة بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بص يا ابني، انت وهو الماتش دون ماتش مهم. ليه؟ لأننا نكسب نتصدر، نخسر نبقى في المركز التاني، نتعادل نتصدر برضو. فدون ماتش مهم اننا نتصدر، فنواجه فريق مش اللي هو يعني، واخد بالك؟ اهم حاجة. طب اهو ايه ده؟ السلام عليكم، عامل ايه؟ ازاي؟ 2 4 6 8 1. لا ده احنا كده هناخد وقت طويل. يا ستار يا رب، ايه الحواجز الزمنيه دي؟ الانسان بيروح فجاه في قلب اللي، وفجاه بيبقى في سبحانك يا رب. المهم نكمل اللي احنا عايزين نعمله. طب اهو ايه ده؟ السلام عليكم. السلام بالشمال طيب ولا ايه؟ ما ابديت جديد. السفر عبر الزمن ده مرهق جدا، مرهق جدا. انا مش تعالوا نكمل الملخص هناك. مش لازم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك شوف، مسوا بكل خير احبابي في الله. السلام عليكم ورحمة الله، رحمة الله وبركاته. معلش، عادي عادي. أجواء جميلة في أجواءنا الرمضانية من استاد القاهرة والليالي الملاح، ولا الليالي وليالي الأفراح، خد بالك. وزي ما احنا شايفين ماتش حلو وماتش جميل. أتمنى بس إن مودستي ربنا يديله الصحة، يعني نكشف عليه بس، عشان حاسس إن في بوادر روماتيزم، بوادر روماتيزم وخشونة في المفاصل وهشاشة عظام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع معايا بالكادر يا مصر، اطلع معايا بالكادر كده ورا. ارجع بقى بالكادر يا مصر، ارجع بالكادر يا مصر. السلام عليكم. اقفل يا مصر. بس 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 ما تمدش ايدك على اخوك، عيب. انا واقف في النص وانتوا ما تشتموش. استنوا، عيب. انتوا اخوات واولاد وطن واحد، انتوا سواء انت اتحاد او انت اهلال، اولاد وطن واحد وارض واحده. انتوا الاثنين كبار، انتوا بتتف عليه اللي انا مش بتكلم، وانت ما تردلوش التفه، ما تردلهاش. انا واقف، انا اجيب لك حقك. عيب عيب، انا مش واقف وسطيكو. اهم حاجه ولا اقول لكم اضربوا في بعض؟ خلينا نستمتع. اضربوا على فكره، اتحاد شتمك، خد بالك، وقال عليك ورق ومش قد كلامك والحاجات دي. وانت هلال على فكره قال عليك هطف، وش تعمل معاه بقى؟